قام به رئيس الوزراء أبي أحمد يعتبر خطوة جيدة في إنهاء حالة الحرب اللاسلم التي لم تأتي بالفائدة على الطرفين. أثيوبيا حرمت من منافذ بحرية، حتى وإن وجدت جيبوتي كمنفذ بحري، لكن أثيوبيا دولة كبيرة جدا، يعني دولة مثل أثيوبيا لا، وبعدد عدد سكان لا يمكن أن يكون لديها منفذ بحري واحد. يعني الجميع يتحدث عن عصبة ومصوع، حتى إلى وجود جيبوتي وجود عصبة ومصوع، إذن أثيوبيا بحاجة أيضا إلى موانئ أخرى، موانئ السودان مثلا. فإذا كان أنت تريد أن تبني اقتصاد مزدهر في هذا الزمن، يجب أن يكون لديك منافذ كثيرة جدا. أمر آخر مهم جدا، وهو أن جغرافيا وسياسيا واجتماعيا أريتريا شكلت السفير التاريخي لأثيوبيا مع العالم العربي. وحتى الآن مثلا لو يعني في دولتين مفصلتين، لكن جغرافيا أريتريا الآن أصبح عندها واقع سياسي، لكن جغرافيتها موجودة لن ترحل. جغرافيا أريتريا تستطيع أنها تلعب دور، يعني ما الذي يأتي بالربح على أريتريا إن ظلت أثيوبيا مغلقة؟ يعني التنمية في أثيوبيا، انخفاض أسعار التكلفة في أثيوبيا، وجود أعداد كبيرة من العمالة في أثيوبيا، استغلال السوق في أثيوبيا، هذا كله سيأتي بالربح والفائدة على أثيوبيا. كل المعطيات تقول بأن ما قام به رئيس الوزراء أبي أحمد سيأتي بالفائدة على الطرفين.